معرض هاشم تراد هو جرد فوتوغرافي لآثار سرقت أو خرجت باتفاقات جائرة منذ العهد العثماني في القرن التاسع عشر وحتى الألفية الثالثة بعد اجتياح المتحف العراقي. وزير الثقافة والآثار والسياحة أكد لمراسلتنا تبارك أنه كجزء من تخصصه الأثري هو المحافظة على رعاية مجد العراق المجسد في آثاره القولية والمعمارية والتشكيلية أيضاً. معرض مختلف عن المعارض السابقة اللي نشاهدها عادة، معارض الصور الفوتوغرافية، لكون معرض يعني بصراحة الأستاذ هاشم وثق من خلال مجموعة كبيرة من الصور اللي تخص الحضارة العراقية، حضارة سومر وبابل وغيرها، وقدر يجمع يعني وتحمل على مسؤوليته يعني فتشي كبير بالحفاظ على هذا التراث، وقدر انه يسوي لها فد بين فتره وفتره يتنقل بها من مكان الى اخر. المعرض والله شيء مفرح انه هالتوثيق هذا الجميل وهذا العدد المزدحم دلاله على الحرص والوطنيه الخالصه، وهذا هو مو هاي للانسانيه جمعاء. يعني هذا المعرض المفروض يصور ويوثق وتكون مرجعية لكل اللقاء والآثار اللي نهبت وغير والموجودة حاليا، ونتمنى أنه وزارة الثقافة تأخذ دور مهم بهذا الشيء، أنه تفسح مجال أن تكون منتجعات، تكون خدمات فندقية وغيرها، لأن اللي يجي إلى مناطق بها هذه الصروح التراثية أو الآثرية ما يلقي له مكان يقوي به أو خدمات تقدم إليه. هذه الصور الموجودة هي كل الآثار العراقية التي سرقت والتي خرجت باتفاقات جائرة في زمن الدولة العثمانية وفي بدايات القرن التاسع عشر. اليوم كل هذه الصور الموجودة أما موجودة في متاحف العالم أو تعرضت للسرقة أو تعرضت للإهمال، لذلك إحنا نوثقها. أنا ما أقول لك إحنا وصلنا إلى مرحلة الكمال، لكن إحنا قدرنا نقدم شيء للمواطن أنه نقول له هذه الصور وهذه هي آثارك التي سرقت والتي خرجت باتفاقات جائرة، وثقناها من خلال الصورة، والصورة أصدق حدث للموجود المواطن العراقي. المعرض حلو، أجواء حلوة، كلها يعني المعرض كله على آثار مجد الحضر. تقريبا يعني قليل تصير هيك معارض آثار الحضارة العراقية، نتمنى أنه يعني تستمر هاي المعارض حتى الناس تتعرف أكثر على الحضارة العراقية. هذا المعرض ليس وليد هذه الأيام، وإنما هو نتاج لسنين طويلة من البحث المتواصل عن آثار الآثار العراقية والكنوز العراقية المتواجدة والمسروقة أيضاً من الدول الأخرى. أحاول الأستاذ هاشم طراد أن يلم هذه أو يجمع هذه الآثار من خلال صور فوتوغرافية، صور مرئية تعبر عن حضارات العراق. We'll be right back.